السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمبادرة رائعة وتتمثل في استثمار شركة سيفيتال الكبيرة في إنتاج نبات الشمندر السكري، وذلك لتمويل مشاريعها في مركبها، ليعد أكبر مركب لإنتاج السكر في إفريقيا بإنتاج تقريبا 1,000,000 طن سنويا من السكر. إذا تستثمر في إنتاج هذا اللي كنا نتمناه، إنتاج إذا نبات الشمندر السكري بطراب، ما اسمه بطراب، في بلدية حاسي الفحل بولاية منيعة. إن شاء الله ندخل في مرحلة تاع إنتاج سكر 100% جزائري، ونصبح من بلد مستورد لمادة يعني الخام تاع السكر، مادة البطراب، إلى مصدر لهذه المادة استراتيجية في النظام الغذائي العالمي، تدخل في التغذية في كل دول العالم. إذن إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم. وسط صحراء الجزائر الكبرى، بين هذه الكثبان الرملية وأشجار النخيل الشامخة، تقع بلدية حاسي الفحل. درجة الحرارة، الرياح، التربة ونوعية المياه الجوفية، عوامل جذبت مجمع سيفيتال الرائد في الصناعات الغذائية، والذي يسعى إلى إنتاج المادة الأولية للسكر في الجزائر من خلال زراعة الشمندر السكري وفق الرؤية الاقتصادية لرئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي. مجمع سيفيتال قامت بالدراسات النظرية مدة تقريبا عام، النتائج خرجوا محفزة جد إيجابية. المرحلة الإنباتية مدتها حتى الحصاد بين 5 و7 أشهر. نحن متفائلون جدا بأن النتائج تكون إيجابية، وننطلق في المرحلة القادمة. بعد ما انطلق المشروع الأول اللي كان من بين الأكبر المصانع فيما يخص طبعا الزيوت، وطبعا تحويل الزيوت وإنتاج الزيوت، انطلق لنا مباشرة، وشفنا السيد رئيس الجمهورية كان طبعا أعطى تصريح مهم جدا، وأعطى أفاق بالنسبة لإنتاج طبعا السكر في المراحل القادمة. الرهان طبعا كبير، ولكن العزيمة موجودة، وخاصة بالنسبة لهذه المؤسسة، لمؤسسة فيتال، تريد تحقيق هذا الأمل بالنسبة للجزائريين، تريد تخفيض في كل ما يتعلق بالتكاليف. أزيد من 264 ألف هكتار المساحة الزراعية القابلة للاستغلال بولاية المنيعة، لم يستغل منها سوى 48 ألف هكتار. تطمح المصالح الفلاحية إلى رفع المساحات المستغلة آفاق 2024 لتنمية وتطوير الزراعات الاستراتيجية على غرار الشمندر السكري. شمندر من المفروض أنه ينتج حوالي 15 إلى 17% من السكر، يعني القنطار نتاع الشمندر يعطينا 15 كيلوغرام نتاع السكر، وهذا شهام جدا، لأنه 15 قنطار تقريبا يساوي 15 قنطار نتاع القمح في الشمال، وخاصة بالنسبة للمياه ماهيش مالحة، ماهيش سخنة، وماهيش عميقة جدا، لذا الفلاح يعني بسهولة يقدر يستغل. لم يكتفي مجمع سيفيتال بالانخراط في مسعى الدولة بالتوجه نحو الجنوب الكبير للبلاد في الزراعات الاستراتيجية، فجسد تجربة واعدة لزراعة الشمندر السكري كخطوة نحو إرساء قاعدة متينة لصناعة تحويلية تحقق بها الجزائر أمنها الغذائي.